شركاء النجاح في مجموعة الباتس فانتاست. بدايتي كانت 2009، نقطة تحول فعلية في حياتي. تعلمت كيف أحقق أهدافي وأحلامي، وفعلا أعطتني أسلوب جديد في حياتي. قراري كان هو النجاح، التزامي هو تطوير المهارات ديالي، كذلك التزامي الآن ومساعدة الآخرين على المشي في نفس الضغط. التغيير رحلة، أهم محطتها البيكون ثم البيكون. نحن على أبواب أكبر حدث ممكن عرفته الباتس فاندر في الحياة ديالها. تنتمنى وتندعوكم بقوة باش تكونوا معنا في هذا الحدث، لكي نستفيد من تجارب الآخرين، لكي نختصر الطريق للوصول بإذن الله إلى النجاح. أكيد كفانا أعذار، وتعالوا يدا في يد بإذن الله لنصل إلى القمة ولمساعدة الآخرين.